اوبريشن كلوز بنش بالتفصيل. هنحكي عن التفاصيل اشد شويه من اللي حكيناها في المحاضره اللي فاتت. التفاصيل ايه بقى؟ اولا كلوز بيف زي ما قلت لك الناس بتفتكر سكيم بيخترعوا فيه عشان هو اوبن سورس. صح ولا ايه؟ قال ساعه لما يبقى الراوتر بتاعنا واصل على راوتر واحد بس، فدي كده اسمها بوينت تو بوينت، هيأوبريت بطريقه. يعني ايه هيأوبريت بطريقه؟ يعني ادي ستارت اب هيشتغل بطريقه. ولو الراوتر بتاعنا واصل، بص ازاي؟ واصل على سويتش. زي يعني سويتش؟ اكس 25 سويتش، ريم بي سويتش، اي تي ام سويتش. الراوتر ده هيأوبريت بطريقه ثانيه. ماشي؟ ايه الفرق ما بين يعني التوصيله كده والتوصيله كده؟ دي كده بوينت تو بوينت، ودي كده ستار، او بيسموها في الاوست اف مالتيبل اكسس. اصل الستار ليها معاني كتير قوي. احد المعاني بتاعتها مالتيبل اكسس. يعني ايه مالتيبل اكسس؟ ان انا اقدر اكسس على كذا واحد. ليه؟ عشان في سويتش في النص. سويتشات ايه؟ فريم ريلي سويتش، اي تي ام سويتش، اكس 25 سويتش. ان انا اقدر اوصل بوينت تو مالتي بوينت. المهم طلع ان الاوست اف بقى حتى هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، لما يلاقي الانترفيس واسطه على نيبر واحد بس، على جار واحد بس، بيشتغل بطريقه. لو لقى الانترفيس واصله على ميني نيبرز بيشتغل بطريقه ثانيه. وفعلا الثلاث اشكال الوحيدين اللي ممكن تلاقي فيهم شكل رواتر واصله مع بعض، واحد راوتر واصل بوينت تو بوينت، راوتر واصل ستار وان. او بص الفكره الاخيره، راوتر واصل بستار لان. ازاي يعني راوتر يوصل ستار لان على كمبيوترات ثانيه؟ لا، على رواتر ثانيه. يا عم ازاي بس نوصل البلان سويتش؟ يعني ايثرنت سويتش؟ بين الرواتر المفروض الايثرنت سويتش ده جوه اللان. في كيسز محتاج فيها ساعات نوصل الرواتر الايثرنت سويتش. زي اي كيس تكون الرواتر دي كلها في سنترال رمسيس. الرواتر سنترال رمسيس بتاع 16 راوتر كلهم في نفس السنترال. عرفت نفس السنترال ده في نفس الاوضه. 16 راوتر في نفس الاوضه عايز اجمعهم ستار توبولوجي ومالتيبل اكسس. اعمل ايه عشان اوصله مالتيبل اكسس؟ اسهل طريقه واوفر طريقه واسرع طريقه ان انا اشغله كوميونيكيشن تكنولوجي اسمها ايثرنت. ليه؟ الايثرنت تكنولوجي التكنولوجي اسرع وارخص. من مين؟ من اي تي ام والفريم ريل اكس 5. طب ليه مش شغاله في الوان؟ عشان مسافاتها بس قصيره. فيوم ما بيلاقوا الرواتر الموجوده في مكان قريب من بعضه بيستغلوا الايثرنت. اما يوم ما الاقي الرواتر في اماكن بعيده عن بعضها بيستغلوا فريم ريل اي تي ام 5. بس يعني مش فارقه بالنسبه لنا حاجه في شرح النهارده. ان في الاخر دي تعتبر برضه اسمها ايه؟ اسمها مالتيبل اكسس. يعني احنا عايزين دلوقتي نعرف يا ترى لو شغالين بوينت تو بوينت او يا ترى لو شغالين مالتيبل اكسس دوز بيف بالتفصيل هيشتغل ازاي؟ واحنا المفروض ان شاء الله باذن الله بدايه من المحاضره الجايه هنبدا نتكلم في جزئيه دي. انهي جزئيه؟ نوصل الداتا ازاي في الوان الفريم ريلي ام 5 ودي اس ال والنات. في كام محاضره هنقعد نحكي فيهم لحد ان شاء الله 2/1 اكتوبر. لحد 1 اكتوبر تعادل 2 اكتوبر ده هنقعد نتكلم فيها في الحدوته بتاعت الوان والسكيورتي بتاعتها. فمواعيد ازاي؟ نفس المواعيد بتاعتنا العاديه. ان شاء الله هناخد اجازه العيد من امتى؟ من يوم 3 اكتوبر ان شاء الله يكون ده الوقت. من يوم 3 اكتوبر لحد يوم 10 اكتوبر. كل دي اجازه. 10 اكتوبر ده هيبقى يوم جمعه، يعني من الجمعه للجمعه. ليه بس؟ عشان احنا رجعنا قبل الجمعه هيبقى يعني الجدول مش مظبوط. عشان نقدر نرجع بجدول تاني يمشي زي جدولنا هنبدا مره تانيه، مش من دول، هنبدا مره تانيه الستارت من 11 اكتوبر ولمده كام محاضره؟ ولمده المتبقي اللي هو الايثرنت. يعني احنا هنخلص ان شاء الله قبل العيد الحته دي، وبعد العيد هنبدا نتكلم على الايثرنت سيكشن والايثرنت تكنولوجي برضه في 5 محاضرات. يعني الايثرنت بالظبط اسبوعين غير اللي احنا بنحضر، يعني 6 محاضرات اسبوعين بنتكلم فيها على الايثرنت تكنولوجي. بقى ليه جدول زي النهارده؟ يعني بعد العيد هنرجع نكمل زي النهارده. ازاي؟ ان اول محاضره في الايثرنت هتبقى السبت. تعال الحد، تعال الاثنين. طب وبعد كده؟ بعد كده بنفس طبيعه الجدول لحد ما يخلص الكورس ان شاء الله باذن الله. والمدارس مضغوطين، مش بس عددهم، لان النهارده في ناس شطبت اساميهم من مضغوط وناس ثانيه عايزه تعمل مضغوط، فعشان كده بس احنا محتارين في عدد الناس المضغوطين ايه؟ هنشوف حاضر حالا هنضغطكم ازاي، بس حاول تبعد عن الضغط على قد ما تقدر عشان خاطر ما حدش هيستحمله. تلاقي نفسك اتصلت وضاع منك الجزء، هتيجي تتصل تاني بعد العيد. لو حضرته قبل العيد مش فاهم منه حاجه، ده هيتعرض للعيد بس بعد ما كان فاتك جزء مش هيتعاد. الجزء بتاع الوان، الجزء بتاع اللان هو اللي ممكن يتعاد تاني، فده مقدور عليه يعني ما فهمتوش هتعيده تاني.
انا جزء اتعلم عشان تحضروا تاني، ده لسه 3 شهور كمان انا بنبدا نعيده مره ثانيه. وعليه تعالى بقى نخش في الموضوع، هيحصل ايه لو جينا شغلنا او اس اف هنا او هنا او هنا؟ سوني ولا هيحصل ايه؟ مش الدرجه دي، ممكن في وقت ثبته علينا. الكورس ده بس هو طبعا يخلص بصوا بقى معايا فلوس دي. يلا في بص في ريلاكس كده، ريلاكسيشن حلو كده. حابب غمض عينه، غمض عينه وتنام خالص خالص خالص، بس مش عايزك تشغل دماغك بتركيز في تفاصيل كده الحيوان. اد ستارت اب يلا نحكي له سميث بيعمل ايه. اد ستارت اب بس التفاصيل اكتر. المره اللي فاتت كان ايه؟ المره اللي فاتت كان اللينك ستيت عامه. ايه اللي هي فكره اللينك ستيت؟ الراوتر تبعت لبعض ال اس اي ترسموا شكل الشجره، ومن شكل الشجره يطلعوا راوتنج تيبل وهكذا. المره دي بقى دي تيبل. ادي ستارت اب، معلش افكرك الستارت اب ده اللي هو تعمل ايه؟ كانت تخش على الكونفيج مود وتقول له ايه؟ راوت او اس بي اف زيرو مثلا. ماشي؟ حلو الكلام، ما ينفعش زيرو، كان نيفر بزيرو. 1 مثلا ينفع. وبعدين هتعمل ايه؟ هتروح بس مشغل الانترفيسز اللي عايز تشغلها او اس بي اف. اشغلها ازاي؟ بكتب نتورك واحط اي بي، وبعديها بحط حاجه اسمها الوايلد كارد ماسك، وبعدين بكتب اريا زيرو. طول ما احنا سيزون ايه؟ اريا زيرو بس بنكتفي بالسنجل اريا. وما لو شرحناه في اول محاضره النهارده، ده هدفه ايه؟ انك تفهم فايده المالتيبل اريا. ولكن حتى لو اسئله في امتحان سيسكو عليها ممكن تلاقي سؤال بس يقول لك ايه فايده المالتيبل اريا؟ تقلل البروسيسنج وتقلل الميموري بس. لكن نشرح بقى والسمري والكلام ده كله، الكلام ده كله يعني ك او اس بي اف مش مطالب انت خالص بيه. لكن اه طبعا انك تاخد كذا شبكه ويقول لك تلخصهم ايه، ده كسي سي ان اي مطالب بيه. طيب ادي ستارت اب. اقول لك ايه اللي بيحصل بقى اول ما الراوتر بيشتغل. يلا حس حس يعني الراوتر انت مسؤول عنه، بيحصل له ايه لما تكتب الاوامر دي؟ اول خطوه بيعملها الراوتر نسميها خطوه زيرو. خطوه اسمها كرييتنج راوتر اي دي. تاني خطوة نيبر ديسكفري. تالت خطوة رومز ديسكفري. بس عايزين نحكي بس شوية تفاصيل عن ثلاث الخطوات دول كده. لو احنا كتبنا الاوز اف وكتبنا الراوتر خالص فخليك ريلاكس خالص. اول خطوه بتتم ازاي؟ اول ما تعمل كونفجريشن ان الراوتر بيطلع حاجه اسمها راوتر اي دي. طيب معلش الراوتر اي دي ده اللي هو ايه حكايته بالظبط؟ افكرك في المحاضره اللي فاتت. دبليو لو عندك راوتر اسمه دبليو واصل على راوتر اسمه في واصل على راوتر اسمه واي واصل على راوتر اسمه زد. كنا قلنا كل راوتر بيطلع ال اس اي تكتب ايه فيها؟ تقول انا رقم بطاقتي انا الراوتر اي بتاعي دبليو. تعالى نشوف بقى الحقيقه. رقم البطاقه مش بالاسماء. احنا عارفين ان شغل النت كله ارقام، الاي بي ارقام، الابلكيشنز كلها ارقام، يعني كل ابلكيشن ليها رقم، كل جهاز في الدنيا فيسبوك يوتيوب كله ليه رقم، حتى الاي دي ده هيطلع ارقام. من كام بيت الرقم ده؟ من 32 بيت. خلي بالك دي لو انت ما شغلتش دماغك بيها خلصت المحاضره. دي انت قفشت فيها قفشت في المحاضره. عشان كده خد مني الكلام بعد كده نقعد مع بعض بعد ما نخلص الناس تمشي تحكي اللي انت عايز تحكيه، اكتب اللي انت عايز تكتبه لو دي حاجه مضايقاك في حاجه. الراوتر ازاي بيطلع بقى رقم بطاقه؟ 230 بت. الراوتر بيطلع رقم بطاقه بالطريقه الاولى اللي هي انت تقول له ايديك رقم بطاقتك كذا. بس خلي حذر انك ما ينفعش تخلي راوترين في الاوتونوم سيستم بتاعك ليهم نفس رقم البطاقه. لو حصل ان راوترين لقوا نفسهم بنفس رقم البطاقه، الراوتر الجديد يعني اللي عامل ستارت اب حديثا بيفصل نفسه عن الشبكه. يعني لو انت شغال في شبكه وكان اوريدي انت عامل رقم بطاقه مثلا 1111 جيت على راوتر، وخالد له بعد سنه رقم بطاقته برضه 1111، اول ما بتقوم يكتشف ان رقم البطاقه ده موجود يروح فاصل نفسه عن الشبكه. يبقى انت كده اكنك ما شغلتش الراوتر الجديد. مش كده لازم تبقى حريص ان ما فيش راوترين يكونوا نفس رقم البطاقه. حد يعرف احتمالات رقم البطاقه من كام؟ من 0 ل 4 مليار وشويه كتار. ما حبكتش انك تكرر يعني في الاوتونوم سيستم الاخر 50 راوتر 100 راوتر 1000 راوتر حتى تكرر من 4 مليار احتمال. ما عندك 4 مليار احتمال خلي الرقم بطاقه يتربط. طيب رقم البطاقه ده زي ما تجيب الراوتر بتاعي
بالشكل ده. رقم الفضاء is the highest IP address configured on loop path interface واحدة واحدة وبالراحة لا تقفش. ان راوتر ازاي اقدر اديه رقم بطاقة؟ الراوتر بياخد رقم البطاقة من خلال حاجة اسمها الـ IP بتاع اللوب باك انترفيس. ايه حكاية اللوب باك انترفيس؟ كونفيجريشن تكتبها. كونفيجريشن ازاي؟ تيجي تخش على الراوتر وتروح قايل له كده، بدل ما تقول له انترفيس سيريال، انترفيس ايثرنت، انترفيس اي حاجة، هتقول له انترفيس لوب باك. حالا هقول لك ايه لوب باك؟ زيرو، زي سيريال زيرو، زي ايثرنت زيرو، زي اي انترفيس كنت بتكتبها، بس هنعمل اختراع اسمه انترفيس لوب باك زيرو. وبعدين الراوتر هيبدا يروح مدخلك جوه كونفيج اي اف. طالب منك ايه بقى؟ هو بيقول تديله 32 بت. اهو ال 32 بت اللي هتعرفهم لحاجه اسمها اللوب باك، هم دول بيبقوا رقم بطاقه الراوتر اللي شغال جوه سبيك. طب اديله ازاي ال 32 بت دول عشان يبقى ده رقم بطاقه؟ كده انا بعرف رقم القطاع يدوي. عن طريق اروح كاتب له كده اي بي ادريس، واروح مديله رقم من 32 بت. كام مثلا؟ 5.1.1.1. طيب ده كده في صيغه اي بي زي ما انت شايف، يعني من 32 بت اكن حطيته في صيغه اي بي. كده ده رقم بطاقه الراوتر، رقم بطاقه الراوتر ده 5.3.1. بس تبقى حريص ان الرقم ده ما يتكررش مره ثانيه في الاوتونوموس سيستم بتاعك انت. طيب بس عشان صيغه الكوماند نفسه لازم تكتب في الكوماند اي بي وماسك. فبص بنحط الماسك ازاي؟ ان هي القصه مش قصه ان ده مثلا يعني اي بي وشبكه، ده حاجه اسمها لوب باك. يعني لوب باك يعني حاجه كده انترنال، حاجه خيال، حاجه سوفت وير. فبص نديله ماسك ازاي؟ نديله ماسك كده. الماسك ده اللي هو ماسك تقريبا السلاش كامل، بس كله وحيد. ماسك 32. بص هو معناه ايه؟ يعني هو الماسك ده معناه ايه؟ هو الماسك انت عارف يحدد الرينج. مقصود ايه بان الماسك تحطه كده؟ مقصود انك بتقول له كده ده بس. يعني ايه ده بس؟ بملى فراغ وخلاص. بقول له هو الاي بي ده كده بس، 32 دول بس مالهم؟ هم دول حاجه اسمها اللوب باك. وايه حاجه اسمها اللوب باك؟ هو عباره عن رقم الراوتر لما بيديك عامل له كونفجريشن بالشكل ده بياخدوا كرقم بطاقه للراوتر بتاعه. يعني ماسك سلاش 30 يديك كام اي بي؟ 4. سلاش 31 2. سلاش 32 يديك 1 بس. مفيش رينج. واحد مفيش رينج بالظبط كده. يعني من الاخر رقم الفضاء هو رقم ده بس. يعني رقم واحد بس. واحد بس. طيب تقفش عادي. يعني مثلا حاجه زي اللاب اللي فات. اللاب اللي فات عندنا رسمه شكلها عامله ازاي؟ رسمه فيها راوتر اسمه كايرو وعنده انترفيس لان انترنت واثنين انترفيس سيريال، وطلع على راوتر اسمه باريس وراوتر اسمه مدريد مانشستر. هم بقى نعمل ايه لو عندنا شبكه زي كده؟ تاسك 1 تسمي الراوتر وتعرف باسورد. ده تاسك 1. تاسك 2 تخش على كل انترفيس من دول تعرف له اي بي وماسك ونشر داون وساعات بلوك ريت. طبعا انت عارف ان الايثرنت والفاست ايثرنت ما لهمش بلوك ريت. السيريال زي اللي ممكن تاخد بلوك ريت، مش اي سيريال. اي سيريال؟ ايوه دي سي. صح تبقى دي سي. طيب المهم بالنسبه لنا يبقى الانترفيس الفيزيكال اي بي وماسك ونشر داون وبلوك ريت. طيب هنعمل ايه بقى؟ بالمره في تاسك 2 تبقى تيجي تعرف حاجه اسمها انترفيس لوب باك. يعني ايه انترفيس لوب باك؟ يعني انترفيس انترنال. يعني ايه انترنال؟ يعني مش انترفيس ليها كابل انترنت او سيريال. انترفيس سوفت وير. يعني ايه انترفيس سوفت وير؟ يعني مش حاجه هاردوير اوصلها توصيلات. حاجه كده بتبقى لوجيكال. حاجه كده فيرتشوال. هي عباره عن يعني بس مجرد رقم، انا عايز اديه للراوتر كله على بعض. فانا عشان اقدر ادي للراوتر الرقم كله على بعض اقول له في عندك انترفيس اسمها اللوب باك زيرو. طب ينفع اسميها انترفيس لوب باك 1؟ ماشي. انترفيس لوب باك مليون؟ من براحتك. طب ينفع اخليها انترفيس لوب باك 4 مليار؟ مفيش مشكله. يعني لو سميها اي اسم؟ اي اسم، لان ده خيالي. الخيال ببلاش، هو ببلاش، براحتك. يعني براحتك حط الرقم اللي انت عايزه. يعني ممكن اسميها انترفيس لوب باك 1000 يا عم اللي انت عايزه، المهم نسميها بس برقم. فهنقول له انترفيس لوب باك زيرو، ماله زيرو، رقم بسيط. وبعدين بقى كده بقى عندك انترفيس خياليه. خياليه هتديها اي بي بالشكل ده 531. اول ما تعرف الراوتر
الانترفيس اللوك باد بالاي بي ده يقول لك بس هو ده رقم البطاقه بتاعتك. يعني يوم ما تشغل او اس بي اف يلاقي انك معرف الكونفجريشن دي يقول لك يبقى انت قصدك ان ده رقم بطاقه. ما ينفعش تديله اي حاجه ثانيه بالظبط، والا هيعمل كونفليكت وساعتها الراوتر اللي هيلاقي انه عنده كونفليكت بيبدا يلغي نفسه. طب باريس مثلا هيجي نعمل ايه؟ هنعمل كونفجريشن للسيريال دي للسيريال دي واروح برضه قايل له في كونفجريشن انترفيس لوك باد زيرو برضه ماشي زيرو برضه بس اديها اي بي ادرس ثاني ده هيبقى رقم بطاقه الراوتر اسمه باريس. مانشستر اي بي ادرس ثالث. وعلى فكره كل السيرفيس بروفايدرز مش هيقعدوا على او اس بي اف او مش هيقعدوا على اي اس اس لازم من وسط الكونفجريشن بتاعتهم بيعرفوا كل راوتر لوك باك يحطوا ليها الاي بي ده عشان يطلع ده رقم البطاقه بتاع الراوتر. ويبقى عندهم اكسل شيت جدول يعني حاطين فيه سنتر مدينه نصر 1 الراوتر اللي فيه الراوتر اللي بتاعه كذا، سنتر مدينه نصر 2 الراوتر اي دي بتاعه كذا، سنتر مدينه نصر 3 اي دي وكذا، الراوتر في التجمع الخامس اي دي وكذا. يعني عندهم جدول عارفين كل راوتر الاي دي بتاعه كام، وتبقى الاي دي شبه بعض يعني شبه بعض، كام صاحب 1-1، كام صاحب 2، كام صاحب 3، يبقى في نتورك معينه او شويه ارقام معينه الارقام اللي ورا بعض دي هي دي الاي ديز اللي هم بيحطوها للراوتر بتاعتهم. معلش هدفها ايه؟ هدفها ان الراوتر هيطلع لما يجي يرسم شكل الشبكه مفيش حاجه اسمها كايرو. لما يجي يرسم شكل الشجره مفيش حاجه اسمها باريس. امال ايه؟ عارف لما راوتر زي ده يرسم الشجره بتاعها هيكتبها ازاي؟ يرسمها كده. يروح حاطط نقطه يقول لك شبكتي فيها ثلاث روايات. واحد منهم اسمه 5-3-1. الثاني اسمه 5-1-1-2. والثالث اسمه 5-1-1-3. مفيش دبليو وفي واي والكلام ده كان بس لتسهيل الشرح. امال الحقيقه ايه؟ الحقيقه مش اسامي، الحقيقه ارقام. ويبدا يقول لك 5-3-1 واصل ب 5-1-2. و5-3-1 واصل ب 5-1-3. ونشوف بعد كده من الداتا بيز والال اس ايز مين بقى بعد كده واصل لمين. بمعنى كل راوتر طلع محتاج لاي دي لحاجه تميزه عن غيره. الحاجه دي مش بنت بنعرفها ازاي بايدينا؟ بنعرفها عن طريق الكونفجريشن دي. طب ولو نسيت اعرف الكونفجريشن دي احلى حاجه ان الاوز بيف دايناميك ولا ستاتيك؟ يعني بروتوكول دايناميك يعني بتشغله وهو بيتصرف. يوم ما يلاقيك ما عرفتلوش راوتر اي دي بايديك لك براحتك هسمي نفسي على زوجي. يعني لو انت ما حطيتش اسم على ذوقك انت منظم بشكل مش راندم يبقى خلاص انا بقى هطلع لنفسي اسم بشكل راندم. بيطلع لنفسه زي اسم بشكل راندم واحنا عايزينه يكون اسم على شكل اي بي يعني عايزينه على شكل 32 بت. يقول لك اتصرف اتصرف ازاي؟ هتجيب منين 32 بت؟ يقول لك يا عم ده انا ما عنديش اكتر من الحاجات اللي 32 بت اللي ما بتتكررش. ازاي يعني؟ يعني مثلا لو جيت على راوتر كايرو وما عرفتلوش لوب باك ما عرفتش لوب باك ليه اللوك باك؟ انترفيس انترنت انترفيس خياليه حاجه سوفت وير كده. طيب ولاحظ معلش معايا مش هنكتب لها نو شت داون هي مش حاجه حقيقيه بجد يعني مش زي الانترنت ما نكتبلهاش نو شت داون. طيب المهم لو جيت على راوتر كارو ما عملتش انترفيس لوك باك دي ما عملتش كونفجريشن بس الراوتر ده عنده انترفيس اي 0 الاي بي بتاعها 1111 ده كان في اللاب الارقام دي فعلا اس 0 2111 اس 1 23111 كان دي فعلا اي بيات موجوده في اللاب اللي فات. طيب يا ترى بقى يا ترى لو انت ما عرفتوش لوك باك الراوتر هيتصرف ازاي لوحده ويشغل الاوز بيات؟ تاني هيتصرف ازاي؟ هيدور على اعلى اي بي ادرس كونفيجرد اون فيزيكالي اكتف انترفيس. يعني كده الراوتر هيتصرف ازاي عشان هو بروتوكول دايناميك فلازم يكون ليه دستور يمشي عليه خطوات يمشي عليها لو ما لقاش كذا لازم يتصرف. هيتصرف ازاي؟ الراوتر هيبدا يدور وسط الانترفيسز الفيزيكال. معلش ايه الفيزيكال دي؟ اللي هي عكس لوجيكال اللي هي ايه يعني؟ الفيزيكال اللي هي الايثرنت انترفيسز اللي هي السيريال انترفيسز الوكاد والان اي سيات. هيقعد يدور يدور الراوتر هيدور وسط الكونفجريشن اللي شبه دي. بص هو متعود على ايه؟ لكن انا في كونفجريشن شبه دي لو لقيتها هختار منها رقم البطاقه بتاعته. فيبدا يدور على رقم بطاقته ازاي؟ لأنك انك مدي للانترفيس دي الاي بي ده ومدي للانترفيس دي الاي بي ده ومدي للانترفيس دي الاي بي ده اعلى رقم في الارقام الموجوده يقول لك هو ده رقم بطاقتي بس بشرط ان الرقم اللي هياخده يكون بالانترفيس اصلا شغاله مش انترفيس ان اكتف. يعني مثلا لو كان عندنا الانترفيس 1 دي اب والانترفيس 2 دي اب والانترفيس 3 دي للاسف ما كملتش الكونفجريشن صح يعني ما عملتش شوت داون ما عملتش لو جريد فالانترفيس دي داون. الراوتر بيعمل ايه؟ يقول لك انا هدور على رقم بطاقتي ساعه لما تشغلي الاوز بي واختار اني رقم هشوف الانترفيس ده الدستور بتاعه البروتوكول بتاعه بيقول اختار اعلى رقم من وسط الانترفيسز الاكتف.
هنا عندنا كام انترفيس اكتف؟ اكتف يعني اب. هنا اثنين بس هيروح ماسح الانترفيسز اللي اب بس. مين فيهم رقمها اعلى؟ دي. يبقى رقم بطاقتي ده. وخلي بالك ما بيغيرش رقم بطاقته طول حياته. يعني ايه؟ يعني لو الراوتر ده خد رقم بطاقه، لو انت بعد كده مثلا جيت بعد كده قومت الانترفيس دي 3 يقول لك انا مش هغير رقم بطاقه، انا اسمي دبليو مش هتغير. يا عم انت قال لك انترفيس ماليش دعوه. ساعه تشغيل البروتوكول كان عندي دستور، الدستور بيقول له ايه؟ بيقول له ساعه تشغيل البروتوكول ايه اللي كان اكتف؟ هو ده رقم بطاقتك، هو ده اسمك. طب في حاجه ثانيه هامه ماليش دعوه. طب الانترفيس دي بعد كده وقعت يقول لك انا ماليش دعوه، انا عايز اخد 32 بت اسمي بيهم نفسي، انا سميت نفسي وخلاص. تمام؟ الراوتر مجرد ما يسمي نفسه بالنسبه له يفضل لازق على الاسم ده لحد امتى؟ لحد ما تطفي الراوتر. اول ما بتطفي الراوتر بينسى كل حاجه ليها علاقه بالبروتوكول ده عشان كل ده في الرمان. تشغل الراوتر تاني. حتى لو عملت سيف انا بسيب مين؟ كونفجريشن بس. لو شغلت الراوتر تاني ومسيب الكونفجريشن هيستارت اب من اول وجديد. لما يستارت اب من اول وجديد يبدا اول خطوه تاني من اول وجديد انه يدور على رقم بطاقه. وساعتها هيعمل ايه؟ لو قام تاني من اول وجديد يشوف في ساعتها في لوب باك ولا مفيش؟ مفيش. يبقى هيبص على اعلى اي بي ادرس للانترفيس اكتف وبرضه هيشتغل على اعلى بس يكون اكتف. تمام؟ شغلك الصح يكون عامل ازاي؟ يعني نصيحه لك. اول تاسك تسمي الراوتر وتعرف باسورد. التاسك الثاني تخش على الانترفيسز وتعرف له اي بي وماسك وموشن داون ويا ريت لو تعرف له باك. التاسك الثالثه ترابل شوت. شو اي بي انترفيس بريف. اتاكد ان عندك انترفيس اصلا اب. عندك انترفيس شغال. والا لو جيت بعد كده في التاسك الرابعه تشغل او اس بي اف. تشغل او اس بي اف على ايه؟ والانترفيس كلها داون. يعني يوم ما يبقى كل الانترفيس داون. تشغل او اس بي اف يعني مفيش عندي حاجه شغاله. هبعت ال اس ايز ولا هلوز من مين؟ ما كل الانترفيسز واقعه. وعلي. فالخطوات الصح بتعملها كده. تسمي الراوتر وتعرف باسورد. الخطوه الثانيه خش على الانترفيس دي اي بي وشت داون وماسك وكلوك ريت. الخطوه الثالثه ترابل شوت الاول. لو اتاكدت ان عندك انترفيسز اب عايشه خش على الخطوه الرابعه والاخيره في الراوتر شغل له راوتنج بروتوكول. ساعتها الراوتر هيعمل ايه بقى لو شغل راوتنج بروتوكول؟ لو لقى انك عامل كونفجريشن لوك باك رقم البطاقه هيبقى لوك باك. لو لقى مش عامل كونفجريشن لوك باك هيشوف اعلى انترفيس تكون اكتف اب. شوف رقمها كام؟ 2 1. معلش قصدي كلمه اعلى. اعلى يعني بص 2 3 وحيد 32 بت اكبر ولا 1 3 وحيد؟ اكيد 2 3 وحيد اكبر يعني رقم اعلى. فهياخد اعلى رقم بشرط تكون الانترفيس اكتف. وارجوك اوعى تسال خالص واوعى يعني تشغل دماغك. هي كده حلوه قوي قوي ما تفكرش بعيد عن كده. لو عندك سؤال بس ايده لسبب ممكن نقعد اكتر نص ساعه ناس بتخترع لي الكيسز. طب لو حصل ولو حصل ولو عرفت اللوك باك مش عارف بعد ايه لو تعرف اللوك باك قبل ايه الكلام اللي هقول لك صدقني ما هعرف اقول غيره. يعني مفيش وسط اجاباتي لاي سؤال اكتر هقوله الا بعد البريك الا بعد ما نخلص. بعد ما نخلص نقعد بقى على هداوه مع بعض. ولكن القصه كده يوم ما تشغل البروتوكول بيشوف دي بلاش دي بيشوف دي. يوم ما بيطلع رقم بطاقه ما بيغيروش خالص مهما عملت مهما عملت. حتى عملت لوب باك بعد كده مهما عملت وشغل رقم بطاقته الا اذا طفيت الراوتر وشغلته تاني من اول وجديد فبيستارت الاوبريشن تاني فبيبدا يقرر يشغل الدستور من اول وجديد بالحاجات اللي عنده دلوقتي. وعليه هو كده الراوتر اعتبره خلاص طلع رقم بطاقه ودي خطوه ولازم تهتم بيه بسبب مستحيل تعدي امتحان سي سي ان اي. بص امتحان سي سي ان اي في راوتنج او راوتنج في سي سي ان اي حاجتين لو مش عارفهم يقول لك خليك مكانك ما تروحش للان بي. الحاجه الاولى ازاي الراوتر بيطلع راوتر اي دي في الاو اس بي اف اهتمام رهيب بالاو اس بي اف. الحاجه الثانيه ايه هو الدي ار بتاع الاو اس بي اف؟ طيب بس هو لسه جاي صح. فحاجتين انا في السي سي ام بي اول محاضره خالص بعمل امتحان للناس امتحان تحديد مستوى اول سؤال فيه ايه هو الراوتر اي دي بتاع الاو اس بي اف؟ ما اعرفش. ايه هو الدي ار بتاع الاو اس بي اف؟ ما اعرفش. راح كاتب كده على الورقه بسحب ريكومندد. لا ما بسحبش فلوس قبل ما يدفع فلوس اصلا. ريكومندد احضر مع بتوع السي سي ان اي ولو مصر على ان بي يبقى لازم تحضر الاثنين مع بعض ان باريل. يبقى ساعتها فرصه هيحضر كورسين مره واحده. فعشان كده ايه؟ عشان كده اوعى تفتكر ان انا قصدي مصلحتك. يا نهار ابيض الناس فهمتني غلط. طيب فانا قصدي ايه بس؟ الحته دي مهمه عشان كده اقلل امتحان سيسكو سؤالين على الحته دي لازم تجاوبنا كده المره الجايه. بص اقل امتحان سؤالين. عارف ايه السؤالين؟ السؤال الاول يا ترى لو انت معرف لوبان رقم البطاقه هيطلع هو ايه؟ لوبان. انا كده لو فوق الاختيار حلو الكلام هيبقى لوبان.
واكتر ناس للاسف تغلط في السؤال ده يقول لك اكيد انت في الباك ومختمش الباك بتعمل ايه بس ليه دايما يعني نظريه المؤامره دي ان ده لازم تتامر عليه الاجابه موجوده حلو فبيقول لك لو اعرف له الباك رقم مداري يبقى ايه لوب السؤال اللي بعديه على طول تجيب لك الاثنين ورا بعض في الامتحان سيسكو شيكو ورا بعض تجيب لهم ورا بعض طب لو ما كنتش معرف له الباك رقم البطاقه هيطلع ايه بس دي فيها خدعه هقول لك اي انترفيس فيزيكال ولا اكتف فيزيكال اديني شاهدتك اهو يعني ايه اصل بص كل كورس بقول الكلمتين دول وبلاقي درجات 5 من 25 عايش 2 من 25 انا مش قادر انسى الثلاثه اللي جابوا صفر ما هو الاثنين دول على السؤالين دول يا باشا هو الاثنين دول على السؤالين دول مش كده طيب حلو بص دي فرصتي بقى بعد ما الراوتر طلع رقم بطاقه اللي بيعمله بيبدا يحاول بعد ما عارف نفسه يعرف اللي حواليه فاكر نيبو ديسكفري دي اللي هي الراوتر بيعمل فيها ايه؟ اتفضل يا هو بيعمل اكستشينج اوف هلو بيعمل اكستشينج اوف هلو اللي هو هاند شيكينج يعني الراوتر بيعمل ايه؟ بيحاول يعمل حاجه اسمها هاند شيكينج الكلام ده في مين؟ الكلام ده لو شغالين بوينت تو بوينت لو شغالين ستار الكلام ده كله لغايه دلوقتي زي بعضه يعني كوبريشن في البوينت تو بوينت والستار كده زي بعضه طيب ماشي يعني الراوتر هيعمل ايه؟ اهو تفاصيل الاوبريشن لو انت جبت راوتر جديد نيو مين هنسميه دبليو هيسال دبليو دي اللي هي كام؟ 5111 مثلا وعنده الانترفيس دي الانترفيس دي واصله على سويتش ومن السويتش على رواتر ثانيه كتير في وواي وزد حيث ان في واي وزد دول اقدم منه وهو لسه راوتر جديد ليه؟ ما بفترض راوتر لسه بيستارت اب لسه انت مش شغاله دلوقتي وزيف ده راوترنا اللي احنا بنشرح عليه ده اول راوتر عمل ايه الراوتر ده؟ طلع على نفسه رقم بطاقه الخطوه الثانيه بعد ما عرف نفسه عايز يعرف غيره يعرف غيره ازاي؟ يحاول يسلم على الناس اللي شغاله وزيف يعرف ازاي يسلم على الناس بتاع وزيف يعني زي ينكش اللي شغالين وزيف بيروح بعت هلو على عنوان مخصوص ما يفهموش غير اللي مشغلين وزيف ايه هو العنوان ده؟ 224 005 العنوان ده مالتي كاست مفيش حد بيفهم العنوان ده الا اللي مشغل وزبيف مش تمثال ده بجد يعني 005 ده ستاندرد مالتي كاست ادرس من كلاس دي للي مشغلين وزبيف اي حد بيكتب الكوماندات دي بقى يفهم الادرس اللي اسمه 005 في يوم ما بعت على 005 مين اللي هيبروسس؟ اللي مشغل وزبيف تاني الرقم ده لو دورت عليه في جوجل عملت عليه سيرش في جوجل ايه 224005 هيطلع لك اجابه واحده ان الرقم ده اسمه اول او اس بي اف فيرجن 2 راوترز اي راوتر مشغل او اس بي اف فيرجن 2 يفهم الادرس ده فيرجن 2 ضحكت علينا يا جماعه انت ناقص لي فيرجن 2 وما ادالناش او اس بي اف فيرجن 1 هو في الحقيقه او اس بي اف فيرجن 1 كان ابحاث فقط ما نزلش عملي احنا بنقعد ندرس ليه حاجه كده ابحاث او اس بي فيرجن 2 نزل عملي طب انت كده ضحكت علينا وجبنا ريب 1 هو ابحاث مين قال لك ان ريب 1 ابحاث واحنا اشتغلنا في اللاب اللي فات ريب 1 يبقى ابحاث ازاي واحنا اشتغلنا بيه تاني البروتوكولز اللي ما نزلتش ابحاث وبدات عملي 8 او اس بي فيرجن 1 مش من ال 8 او اس بي فيرجن 1 ده كان ابحاث وكان مشاكله كتيره وما كانش فيه موضوع الارياز وما كانش فيه موضوع البروسيس ما كانش فيه حاجات كتير خالص وعليه طوروا فيه لما طوروا فيه عمل موضوع الارياز وموضوع البروسيس واختراعات كتير قال لك هنسمي ده اوز بي فيرجن 2 بمعنى احنا الاوز بي اللي بنشتغل بيه اسمه ايه؟ اوز بي فيرجن 2 طب وريب 1؟ لا طبعا ده كان شغال مش ابحاث طب وريب 2؟ اكيد طبعا شغال مش ابحاث وليه اي ار بي؟ شغال مش ابحاث اي اس اس شغال مش ابحاث اوز بي 1 هو الوحيد اللي ليه ابحاث ريسيرشز اونلي وعلي راوترك الجديد بيعمل ايه اول ما راوتر فعلا بتعمل له كونفجريشن بيطلع رقم بطاقه ويبعت له للاسف الراوترات القديمه وليها حق بيتنكوا عليه ازاي؟ تخيل مثلا واحد لسه جديد في الشغل ودول قدام، كل واحد بقى ايه؟ يقول لك انت جديد؟ اه طب تعرف ايه؟ ايه؟ الحاجات دي ما يعني اكيد انا حاسس بعض الناس اللي اشتغلت نفس القصه، تعرف مش عارف كذا؟ لا، طب تعرف كذا؟ لا، طب فويس؟ لا، طب سكيورتي؟ لا، تعرف ايه؟ ده العادي فهو هتلاقي ايه؟ هتلاقي نفس القصه هتحصل، ازاي يعني؟ القدام بيتنكوا عليه ان هو بيقولوا له احنا عشان نقبلك جار في كونديشن في شروط يعني من الاخر زي ما حد بيخش الشغل جديد يقول لك هتشغلك معانا بس في شويه شروط الشرط الاول واحد حسن المظهر
حسن البصر برافو عليك. واحد ان لازم الراوتر الجديد لو الادي القدام عايزين يقبلوه كدار يكون معاهم في نفس الاريا. يعني يعني لو الراوتر ده في اريا 7 والروايه دي في اريا 8 لا دي مش نفس الاريا، فدي منطقه ودي منطقه، كان لازم تبقى اريا 0 في النص. ما ينفعش يعني ده لازم كل الارياز تبقى في النص واصل على اريا اسمها اريا 0 غير كده لا. فواحد اريا 1 والتاني اريا 2 جنبه اريا اي دي، اريا اي دي اللي هي اريا نمبر. يعني لو راوتر ده في اريا 1 ودول في اريا 2 يقول لا ازاي بقى ده ما ينفعش، لازم اريا 1 تبقى جنبيها الاول اريا 0 وبعدين اريا 0 تبقى جنبها اريا 2. واحد اتنين كده جنب بعض كده مش صح، كده مش مظبوط، كده مش هيراركي بتاعت الوز دي. لازم اللي في النص دايما تبقى اسمها 0، لازم البدايه تكون 0 وتتفرع. ده حاجه في البروجرامنج نفسه بتاع البروتوكول. فاول شرط من الشروط انت معانا في نفس الاريا، هو فعلا بيبعت في الهلو بيقول لهم يا جماعه انا اريتي كذا. تاني شرط بيشرطوه عليه وفي بقى مبعوت في الهلو ان يكون معاهم او يكون هو معاه نفس الاوثنتيكيشن باسورد بتاعتهم. فاكر موضوع الاوثنتيكيشن باسورد ده اللي هو كان ايه؟ كنا قلنا حصل هاكينج فتره كده وكان شركه بروفايدر واحد دخل الراوتر بتاعه وقعد يبعت ابديتس غلط فالراوتر صدقته. فهي نفس الكلام، اول ما هو هيبعت الهلو المفروض هيشترطوا عليه لو انت عايز تبقى جار لينا لازم تبقى عارف نفس الباسورد بتاعتنا لو كنا معرفين باسورد. بمعنى لو الاولد راوترز معرفين باسورد لازم الراوتر الجديد اللي انت هتدخله تكون كاتب له في الكونفجريشن نفس الباسورد. الحمد لله الكونفجريشن الباسورد مش علينا كاسيسين، اساسين ايه؟ الاوز بيف او الراوتنج كله كذا كذا خلاص بس. لكن اي كوماندز ثانيه حتى لو خدناها بحبح ماكسيمم باسز كل ده مش سيسين ايه، سيسين ايه في الراوتنج هم سطرين يا بروتوكول كذا نتورك كذا بس. ايه يا برنس؟ طيب ايه الشرط الثالث؟ الشرط الثالث مش هيرضوا ابدا يقبلوه ان هو يبقى جار ليهم الا اذا كان بيبعت الهلو زي ما هما بيبعتوا الهلو. الهلو باي ديفولت كام؟ باي ديفولت في الاوز جاف كل 10 ثواني. كده دي ممكن تتغير عشان خاطر اوعى تغيرها، هي ممكن تتغير. وطبعا انا واثق ان انت كان ايه مش هتغيرها ليه؟ ما خدش الكوماند بتاعها فمصلحه. ليه؟ عشان تعدي الخطوه دي بنجاح، بس بعض الناس ساعات ايه؟ بتفتكس، ازاي تفتكس؟ يقول لك بص انا مش عاجبني ان هو 10 ثواني، خليها 7 ثواني، يا عم وانا 10، يعني انت ايه اللي مضايقك في 10؟ مش جايز هم عاملين لها حسابات، مش جايز يدي ريكومنديشنز، هتلاقي واحده لما غير الهلو خليها 7. حلو، لو عايز تغيرها 7 لازم تبقى على القدام برضه مغيرها ومخليها 7. عشان بالظبط، الراوتر اصلا الهلو دي بتتباع كل بيريود. الراوتر لو شايف ان البيريود بتاعت الهلو مختلفه بيحسوا ساعات بحاجه غلط، وساعتها بيعملوا ايه؟ يقول لك من اول اللي الهلو بتاعته تتبعت غير الهلو بتاعتنا هيعمل ايه؟ مالناش دعوه. يعني لازم لازم لو هم مغيرين الهلو لسبب الاسباب انت بغير له. يعني جايز واحد يكون عمل ايه؟ على الاولد راوترز قال لا الهلو كل 10 ثواني دي مجهده قوي خليها كل 15. ماشي. تعمل ايه على الراوتر الجديد؟ عامله زيهم خليها كل 15 ولكن دايما الديفولتس على كل سبب الديفولتس دي محسوبه بعد معادلات وبعد تعب وريسيرش ديفلوبمنت تيم وناس واخد عليها مكافئات. ما تجيش انت ايه تجود، ما معنى كلمه تجود؟ يعني ايه تحط تحور التاتش بتاعك. الشرط الرابع والاخير ان يكون ليهم نفس الديد تايم. هو ايه الديد تايم؟ اللي هو الهول تايم اللي هو